أي انفجارين فلكيين كونيين كان الأهم بالنسبة لكم؟ أنا نضال قسوم، أستاذ الفيزياء الفلكية في الجامعة الأمريكية بالشارقة الإمارات. الانفجار الأول الأعظم هو الذي حدث يوم 17 أغسطس 2017، والذي كان نتيجة اندماج نجمين نوترونيين، وكان بداية ما يسمى الآن علم الفلك متعدد الرسل، لأنه في أول مرة في تاريخ الإنسان كان هناك انبثاق لأمواج جاذبية إضافة إلى الرسول الثاني، وهو هذه الأمواج الكهرومغناطيسية من الجاما إلى الأشعة السينية، ما فوق البنفسجي المرئي، ما تحت الأحمر إلى الراديو، وكان حدثا تاريخيا عظيما. الانفجار الثاني هو الانفجار جاما، ما يسمى جاما ري بيرست، الذي حدث يوم 16 سبتمبر 2008، وكان الأعظم في تاريخ الإنسانية أيضا، إذ دام 23 دقيقة مقارنة مع أقل من دقيقة في العادة، وكانت الطاقة المنبثقة منه كانت آلاف المرة أقوى من الطاقة التي تتدفق في الانفجار العادي السوبر نوفا، وكان حدثا فيزيائيا عظيما جداً.